البداية حسب علمي أنه المفاوضات كانت من العام تقريبا، أنا علاقتي بدأت بهذه الصفقة من تقريبا 5 أيام أو 6 أيام بعد ما فرغ اللاعب من المنتخب، تم سؤاله عن رغبته وأبدى رغبته بالانضمام للهلال. دوري كان مقتصر على محافظة على حقوق نادي القادسية في هذه الصفقة، وأيضا التفاوض باسم نادي القادسية. طبعا كما يعلم الجميع أنه الصفقة تمت بحمد الله، اللاعب مدد لنادي القادسية لمدة عام، وتم إعارته لنادي الهلال شقيق نادي القادسية بكل يسر وسهولة وبدون أي الحمد لله منقصات، وكانت الصفقة جدا سهلة والأمور كانت سهلة بحكم التعامل الطيب اللي وجدناه من الأخوان في نادي الهلال، وأيضا الثقة الكبيرة الأولونية نادي القادسية. لا طبعا أنا بالنسبة لي كمفوض من نادي القادسية من المفترض أنه أنا ما أجمع يعني عروض وأعمل مزايدات. أنا لو افترضنا أني بديت بهذه الخطوة فكان ممكن ما تنجح. اللي بديت فيه أني أعرف أول شيء رغبة اللاعب وتوجهه. اللاعب مشكور مدد لنادي القادسية موسم، وهذا شيء يشكر عليه ويثبت من خلال حبه لناديه. الشيء الثاني ان احنا تعاوننا مع اللاعب في انه نعطيه إعارة لنادي الهلال، وانه هو النادي الذي رغب فيه اللاعب. والله بالتأكيد اعتقد رغبة اللاعب يمكن من السابق كان رغبة في نادي الهلال، ويعني الحمد لله هو يعني الأخ أحمد القرون يمكن كان في تعامله الراقي جدا، دائما ما يكون تعامله يعني على مستوى العقود ومستوى التجاري يعني تعامل راقي جدا. الحمد لله يعني تمت مثل ما ذكر بكل يسر وسهولة. طبعا لا ننسى يعني الجهود الكبيرة اللي بذلها سمو عبد الرحمن مساعد في هذا الموضوع، وبالتأكيد يعني رغبة اللاعبين اللي حسمت الموضوع في الأخير. شوف هي يمكن تنقسم إلى جزئين، يمكن الجزء الأول يمكن نزول نادي القادسية للدرجة الأولى. طبعا بعض اللاعبين بدأوا يعني ينتقلوا لأندية أخرى، يمكن في لاعبين غير ياسر انتقلوا لأندية أخرى، وبالتالي يمكن يعني جاء وقت ياسر أنه ينتقل لنادي كبير، ويعني القادسية أيضا نادي كبير، وتمت المفاوضات. يمكن فوض الأخ أحمد بهذا الموضوع، وزي ما قلت لك يعني يمكن الأخ أحمد لقينا منه كل يسر وسهولة. أحمد يعني رجل محترف يعمل على يعني في عقود كبيرة يمكن داخل المملكة وخارج المملكة أيضا، نظم يعني كثير من الفعاليات الكبيرة، فبالتالي أحمد يعني يعرف يعني عمله، يعرف وش المطلوب وش الهدف، ويعرف الوصول للهدف بيمكن بأقصى الطرق، وهذا اللي سهل العملية والحمد لله يعني تم حسم الموضوع. والله ثقتنا في إمكانيات اللاعب، كنا نعتقد أن اللاعب عنده إمكانيات، بس في هذه الفترة يمكن كان في بروز أكثر من نجم. بس طبعا يعني انت تعرف المرحله المقبله مرحله مهمه، يمكن احنا الان يعني وصلنا في مراحل متقدمه في كاس اسيا، فنحتاج يعني لاعبين يعني على مستوى عالي يمثلون يعني صف اول وثاني وثالث في الهلال. ما يعني ما احنا مستعدين يعني في المرحله المقبله ان يعني يكون في نقص في الفريق في اي جهه من الجهات. تعرف بعض المباريات كان عندنا يعني بعض اللاعبين يصابون واللي وقفون، وبالتالي يعني يكون في نقص، ونحاول يعني يعني نعوضهم بلاعبين اخرين. لكن يعني الان يعني قررنا انه فعلا يعني يكون في لاعبين يعني اساسيين بحجم الموجودين في الاحتياط، وهذا اللي يعني خلانا نتجه على يعني اخذ المواجهه يعني والتعاقد مع ياسر. اول شيء يعني حتى لو الاخوان في نادي النصر سبق اصدروا بيان بعدم التعامل معي، فانا راح اتعامل معاهم لمصلحه الناس اللي اشتغل لهم. في النهايه انا انسان محترف احقق رغبات الشخص اللي يعطيني الثقه. اداره نادي القادسيه الان اعطتني الثقه، اعتقد لو انا يعني بفكر في 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 مصلحتي او في شيء يمكن الانتقال يكون افضل حاجه لي انا كوكيل لاعبين بحكم اني انا مفوض نادي القادسيه. انا فكرت في اول شيء مصلحه نادي القادسيه، وبالتالي مصلحه اللاعب. انا يعني انا اتعامل شوي باحترافيه، انا لم استقبل اكون يعني محط الاستقبال للعروض لافاوض في شيء انا ما اعرفه. يعني أنا كل اللي كلموني الأخوان من نادي النصر، وأنا أحترمهم وأقدرهم، الأخوان من نادي الهلال اللي كلموني على طول يعني جوابي كان واضح ومحدد. يجب أني أعرف وجهة رغبة اللاعب وجهة نظره. والله يعني هي إدارة نادي الهلال بشكل عام، يعني ما تقدر تقول حدا أنا كنت في فترة ماضية. الآن في يعني الأمير عبد الرحمن يعني تدخل أيضا في هذا الموضوع. يعني أنت تتكلم عن يعني إحنا في إدارة نادي الهلال يعني نعمل عمل تكامل كلنا نكمل بعض، لكن موضوع التكفل بالصفقة ما أحب يعني ندخل في الموضوع هذه. إدارة نادي الهلال، أنا أقول إدارة نادي الهلال.